مجموعة العظام المصرية الحقيقة لها أهداف تعليمية، فبنعمل لقاء إكلينيكي شهري كل مرة في مكان مختلف مع أحد الجامعات، يعني ممكن في اسكندرية، ممكن في طنطا، ممكن في أسيوط، ممكن في أي محافظة من المحافظات. بيبقى في هذا اللقاء ما بين الجمعية والأطباء أو شباب الأطباء اللي بيبقوا موجودين في المكان، يعني مثلا جايين قناة السويس النهاردة، مش شرط يكون الإسماعيلية، لا معنا أطباء من السويس، أطباء من بورسعيد اللي هي المنطقة اللي احنا جايين فيها. بنعرض حالات إكلينيكية صعبة اللي هي بنسميها كونسولت، فممكن من نتشاور تتشخص ازاي، تتعالج ازاي، أحدث وسائل التشخيص والعلاج لهذه الحالات. الجمعية عشان جمعية تعليمية، فالحقيقة احنا خدنا على عاتقنا التدريب العملي لشباب الأطباء، فبنجيب مودلز من العظام، بنجيب الشرايح والمسامير وخلافه، بنشرح بيها لشباب الأطباء التثبيت الصحيح أو التثبيت الداخلي للكسور والمفاصل بالطريقة السويسرية، بحيث أنه يتعلم يثبت الكسور إزاي. ده في الآخر بينتج عنه أنه بيعمل عملية صح، ما بيبقاش فيها مضاعفات، تجيب أحسن النتائج لما يجي يطبقها على المرضى. فدي طبعا بترفع المستوى التعليمي خاصة لشباب الأطباء. الورش دي بتبقى مجاني، وبعدين بنبصها من مقر الجمعية لجميع أنحاء. حضرتك قلت لي ان هي بتبقى شهرية؟ شهرية، كل شهر. كل شهر بيبقى الخميس الأخير من كل شهر. طبعا لقاء زي ما شايفة العدد طبعا يعني كبير، عشان كل الناس حاسة أو كل شباب الأطباء دول حاسين ان في استفادة بيستفيد بيها، زي ما بقول لحضرتك بيرفع مستوى العلمي وبينعكس على المرض. شكرا لك يا دكتور. استاذ الدكتور كمال جيت شاروبيم، نائب رئيس جامعه قناه السويس لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه، اهلا بحضرتك. اهلا بيك. عايزين نعرف دور جامعه قناه السويس في هذا المؤتمر. طبعا هو دور هام، يعني لانه الجمعيه جرى العرف ان هي بتعمل اجتماع في كل جامعه في خلال السنه، كل شهر بيعملوا اجتماع، والنهارده الاجتماع الخاص بقسم العظام في جامعه قناه السويس. فالمنظم هو جامعه قناه السويس مع بالتعاون طبعا مع جمعيه جراحه العظام المصريه. طب حضرتك ايه رايك في المؤتمر ده؟ لا، هو هذه الاجتماعات في غاية الأهمية، لأنه بيتناقلوا الخبرات من خلال الجراحات والحالات الخاصة جدا. يمكن زي ما قال الأستاذ الدكتور علاء، يعني أنه الاجتماعات دي بتبقى مش اجتماع، يعني اجتماعات علمية بحتة بيتم فيها تناقل الخبرات، بتطرح بعض الجراحات، بعض الحالات اللي بيتعمل عليها نوع من الكونسورتيوم أو الاستشارات لكل الأساتذة المتواجدين. دي بتبقى فيها فايدة كبيرة جدا، لأنه بتتنقل هذه الخبرات للأطباء الصغار اللي هم، فبالتالي بينقل الخبرة من الأستاذ الكبير إلى الطبيب الصغير وهكذا، وهنا ده أهمية هذه اللقاءات. شكرا لك يا دكتور. شكرا لك. شكرا لك. شكرا. ومعنا سكرتير المؤتمر الأستاذ الدكتور محمد رضوان، أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا فيك. عايزين نعرف إيه الهدف من المؤتمر النهارده؟ مؤتمر العلم السنوي لقسم جراحة العظام هو نشاط أكاديمي علمي سنوي يجب أن يعني تؤديه أقسام الإكلينيكية والأكاديمية في الجامعات المصرية، وإحنا بنعمله بالتعاون مع الجمعية المصرية لجراحة العظام. بنتم تبادل الخبرات بين الأطباء وبعضهم في العظام، في جراحة العظام والجديد في جراحة العظام، وبنعرض أكثر من 16 حالة مرضية معقدة وإيه الطرق المناسبة لعلاجها، سواء إذا كانت تغيير مفاصل أو في العمود الفقري أو شرايح ومسامير لكسور مختلفة، وإيه أنواع الشرايح المناسبة وهشاشة العظام وكيفية علاجها وتثبيت الكسور الناتجة عن هشاشة العظام وهكذا. تمام. انا عايز اعرف حضرتك ايه هي المشاكل الصعبه قوي اللي هي ما بتلاقولهاش حل في العظام؟ هو من المشاكل الصعبه جدا انه مثلا الالتهاب الميكروبي في تثبيت الكسور وتغيير المفاصل، ان يتم يبقى في ميكروبات موجوده في الجروح، دي بتبقى مشاكل صعبه جدا في العلاج بتاعها. من المشاكل الصعبة برضو الكسور المتعددة في المرضى والمفتتة برضو، أو يكون في مكان الحادث مثلا جزء من العظام فقد، برضو بتبقى من أحد المشاكل، أو أن يكون كسر في العمود الفقري وأدى إلى
حدوث مضاعفات زي شلل في الساقين او كده للمرضى، برضو بتبقى من الحاجات الصعبة جدا يعني. استاذنك يا دكتور اخر سؤال، ايه هي برضو الحالات اللي تم حلها، نقول للمشاهدين يعني الحاجات المستعصية قبل كده وتم حلها؟ جراحة العظام كلهم في تقدم يعني، السنة دي غير السنة اللي فاتت غير اللي قبلها. من ضمن الحالات مثلا الكسور المفتوحة اللي هي المعقدة، يعني يبقى كسر وفي جرح كبير قوي وفي إصابة للأوعية الدموية الموجودة، وده كل ده برضو بتم حله. تم حله طبعا باستخدام جهاز الإليزاروف وباستخدام بعض الأجهزة التانية اللي بنثبت بها الكسور من غير ما نيجي جنب الكسر، لغاية ما الكسر يلحم أو الجلد يعني يتحسن وحالة الجرح تتحسن يبتدي الكسر يلحم ويبتدي العيان. من ضمن الحاجات قصر العظام، قصر العظام بنعمل لها تطويل برضو بجهاز الإليزاروف. من ضمن الحاجات الكسور الناتجة عن هشاشة العظام، تم عمل شريحة اللي هي الجمعية الدولية السويسرية صممتها وبنشتغل بيها دلوقتي، ان الشريحة العادية ما تمسكش في العظم تفلت، لان العظم بيبقى سهل الكسر، ففي دلوقتي شريحة بتمسك في العظم، يعني مجرد ما نربط المسمار تمسك في العظم جامد ما تطلعش منه، وده برضو من ضمن الحاجات اللي حلت لنا جزء كبير جدا من مشاكل كسور الناتجة عن هشاشة العظام. الأورام اللي بتؤدي إلى الكسور برضو، في أورام تؤدي إلى الكسور، بنشيل الورم ويبقى في جزء فاضي، برضو ده من المشاكل اللي وضعنا لها حلول. شكرا لك يا دكتور جدا، شكرا. طبعا شكرا. ومعنا مقرر المؤتمر الاستاذ الدكتور هشام عبد الصادق، اهلا بحضرتك. اهلا يا فندم، اهلا بيك. عايزين نعرف الهدف من المؤتمر ايه؟ والله هو المؤتمر ده بيتعمل بصفه ادويه كل شهر بتنظمه جمعيه جراحه العظام المصريه، هو ما بنقولش فيه محاضرات او تقديم ابحاث، انما بنناقش بعض الحالات الصعبه اللي بتواجه الاطباء جراحين العظام، وبنشوف اقتراحات من زملائنا ايه الجديد اللي ممكن يعني طرق العلاج الحديثه لمعالجه هذه الحالات. في بعض الحالات بتتقدم كمشكلات صحيه لم نجد لها حل، فبنعرضها هنا على الساده الزملاء وبنقترح، يعني كل زميل يقترح اقتراح من الحاجات من خلال قراءاته من خلال يعني معلوماته يقدر يقول لنا ايه طرق العلاج الجديده اللي ممكن نعملها مع الحالات. وفي بعض الحالات احنا فعلا ادينا لها حل او شفنا لها حل، فبنقدم الحل بتاعنا المناسب اللي احنا شفناه، وبنسمع برضه اقتراحات بعض الزملاء اذا كان عندهم اقتراح تاني يعني متفق معانا او مختلف معانا. طب حضرتك حالات زي ايه بالظبط اللي هي تم حلها؟ والله يعني بالنسبه لنا في بعض حالات الكسور المعقده وبعض حالات اورام العظام وبعض حالات المفاصل الصناعيه اللي حصل فيها مشاكل، دي بعض الحالات اللي ممكن هنعرضها النهارده ان شاء الله في المؤتمر. ان شاء الله، شكرا لك يا دكتور. شكرا. زي ما حضراتكم شايفين انتهى المؤتمر العالمي السنوي الجديد في علاج اصابات وكسور العظام والعمود الفقري، وتم الذي تم فيه تبادل الافكار والمناقشات بين الدكاتره. شكرا، كان معكم ريهام محمد علي، تلفزيون جامعه قناه السويس.
you.